السلام عليكم، معكم ميمون، وكما وعدتكم سوف أشرح قصة GTA Vice City Stories. ذلك الوعد كان قبل أشهر، والفيديو القادم سوف يكون عن مود بالاس. وإذا فلنبدأ. تبدأ القصة قبل أحداث GTA Vice City سنة 1984 ببطولة فيكتور فانس، الذي ينضم إلى قاعدة تابعة إلى جيش المدينة من أجل إعانة عائلته ماديا، خصوصا أخيه المريض الذي هو بحاجة إلى أدوية وعناية. في البداية يقابل الرقيب جيري مارتينيز الذي يطلب منه خدمة صغيرة تورط فيك في تجارة المخدرات. الخدمة تتحول إلى كمين من قبل مجموعة أخرى تسعى خلف البضاعة، وبأعجوبة ينجو فيك من هذه الهجمة. في وقت لاحق يقابل فيل كاسيدي الجندي السابق وخبير الأسلحة، وبعد مهمة أخرى يقوم جيري بتلفيق تهمة إلى فيك متسببا بإقالته من الجيش بشكل مهين. Care to explain why there's marijuana hidden under your bed? And who the Sam Hill is this? Have you no shame, boy? Are you a moron? Is that it? Drugs, whores, you're out of here, soldier. You're a disgrace. وهنا يجد فيك نفسه في الشارع ويضطر إلى العمل مع فيل كاسيدي، وبسببه يقابل سهره، سهر فيل كاسيدي المسمى بمارتي جي ويليامز وزوجته لويس كاسيدي، والتي دائما تتعرض للمعاملة السيئة من قبل زوجها. I thought I told you to clean this shit up. Marty, Mary Beth's been sick. Don't be using that baby as an excuse, Louise, because I'll hit her as well as you. Are you Louise? I'm a friend of Phil's. Friend of Phil's? Well. Why don't you say so, boy? I'm Marty J. Williams. I was too busy watching you threaten your wife. يقوم البطل بإنجاز بعض المهام لمارتي جي. يغضب هذا الأخير من علاقة فيك المتزايدة بزوجته، مما يدفع به إلى ضربها وخطفها. ولن أتحدث عن التفاصيل المتبقية. Shit! Vic, help! ولم يكن لفيك أي خيار آخر سوى قتله وإنقاذ لويز من زوجها. ممتنة لإنقاذ حياتها، تساعد فيك في الاستحواذ على أعمال مارتي. You did it, Vic. The whole damn caboodle's yours. Yeah, but I don't know how to run this kind of thing. Marty could do it and he was nearly inbred. You'll pick it up. Hey, boss, this a full-time position? Yeah. Yeah, it is. Everything's gonna be just fine. حتى يتمكن من بناء إمبراطوريته الجديدة بمساعدة شقيقه لانس فانس، ولتأسيس عائلة الإجرام الجديدة عائلة فانس. بسبب مهارات فيك استطاعوا توسيع نطاق سيطرتهم من خلال الاستيلاء على شركات العصابات الأخرى. وأيضا حصل على احترام العصابة الكولومبية لقضاء على منافسيهم، وأيضا لإنقاذ حياة والد رئيس العصابة. وكانت المهمة صعبة ومزعجة. He's a man. The shame will kill him. Will you go? I can't drive, man. I'm hysterical. God damn it. I'll go get him. But you owe me, you freak. يتورط فيك مع الأخوين مانديز أرماندو ودييغو في مشاكل كبيرة بسبب الشحنة المسروقة، ويتم اختطافهم. يضع لانس اللوم على مارتينيز، يثبت بأنه عميل سري لدى إدارة مكافحة المخدرات وهو من سرق الممنوعات كدليل، وهذا ما حاول إقناعهم به. It was Martinez. Really? Okay. Prove it. I mean, prove it now. How the hell are we gonna prove Martinez was behind them losing this shipment? Look, Martinez is turning states. All we need to do is get some photos of him with the feds. We could even make out like he was an undercover cop, like Forbes. That's it. يساعد البطل أيضا المخرج السينمائي ريني والسون ماير، وبسببه يقابل ريكاردو دياز صاحب السلطة بارون المخدرات ومنافس الأخوين مانديز. دييغو مانديز، that's who. Why? Because I put you in contact with Ricardo Diaz. الذي سرعان ما يوظف فيك ولانس، ثم يتعاونون في إضعاف إمبراطورية أرماندو ودييغو. ردا على هذه الهجمات يقوم الأخوين بخطف لويز. فور سماع هذا الخبر يندفع هو وشقيقه إلى قصر الخاطف، ويقابلون في طريقهم العديد من الحراس المسلحين. لانس هو أكثر واحد كان مندفع وغاضب. ولكن ذلك لم يكن من أجل إنقاذ لويز، بل لأنهم فجروا سيارته.
في النهاية يتمكن من قتل أرماندو الذي كان مسلحا بقاذفة لهب. I assure you, they didn't feel a thing. Unfortunately, the same will not be said of you. Your biggest mistake! ولكن وللأسف يفشل في إنقاذ لويز التي كانت مصابة بجروح بالغة، وتلفظ كلماتها الأخيرة أمام فيك. تأكد أن ماري جو تعتني بطفلي. We did have something special. Make sure Mary Jo takes care of my baby. Louise. يقسم فيك على الانتقام من مارتينيز ودييغو، ويعمل مع دياز مرة أخيرة لتعاقبهم باستخدام مروحية عسكرية سرقها بمساعدة فيل كاسيدي. I spent all my time running around making morons rich while my family fell apart and the woman I wanted died waiting for me to call. يندفع فيك فانس بالمروحية في مهمة انتحارية يقاتل فيها عدد هائل من الحراس حتى يحط على سطح المبنى. وتستمر عملية إطلاق النار حتى يحضر مارتينيز ويقابله على السطح. ثم يظهر دييغو في معركة أخيرة ينتصر فيها فيكتور. بعد وصول لانس متأخرا إلى هناك كالعادة ليجد أن أخيه قد قام بكل العمل. ثم ذهبا لإرسال المال إلى شقيقهم المريض ويتفقا على الانسحاب وعدم المتاجرة بالمخدرات، ولكن هذا الاتفاق لن يدوم إلى الأبد. وفي النهاية في GTA Vice City يقتل فيك في صفقة مخدرات أخيرة. لقد قمت أيضا بكتابة مقالة أشرح فيها قصة GTA Vice City Stories، تستطيع زيارة الموقع، الرابط في الوصف. كان هذا كل شيء، ألقاكم قريبا يا رفاق. Okay, that's them in the chopper. All right, here's the deal. They want a straight exchange on open ground. All right? Okay, stay tight, let's go. Got it? 100% pure grade A Colombian, my friend. Let me see it. The greens? 10s and 20s, used. I think we have a deal, my friend. Oh, shit! Come on, get out of here!